يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان الزوج يدعو زوجته إلى عقيدة الأشعرية ويصر على ذلك، فما الواجب عليها وهي تخاف على عقيدتها؟ واجب عليها معصيته، واجب عليها أولا أن تبين لها أن هذا خطأ، أن الأشاعرة على خطأ، فإن قبل وإلا فإنها لا تطيعه في ذلك. نعم، تبقى على عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.